قلت في صور، هنروح نشوف الصور ونرجع تمام لحضرتك. تمام دي الحاجة اللي كان الدكتور أحمد بيتكلم عليها دلوقتي، اللي هو الأنف الطويلة والمعكوفة اللي فيه زايدة اللي هي عظمية، الأمامية يا دكتور، اللي هي إيه يا فندم؟ اللي هي الأمامية. اللي هي الأمامية والزيادة في العظم، عامل بنسميها الأنف المعكوفة. تحسن آه يعني طبعا دي شائعة قوي يا دكتور، جميل كمان جدا، للمراهقين بتبقى فيه الأنف دي شائعة، بتبقى بالشكل موجودة ده. جدا ده بتبقى في مرض الرجال أزمة والسيدات، نفسيين جدا. وبتفرق كتير جدا، بتسببهم إحراج اجتماعي غير طبيعي فعلا دي وإصلاحها في حقيقة. منتهى السهولة. وهنا دي برضو برضو معانا الجزء دي البوتيتو نوز. البوتيتو نوز، او الجزء الثلث الاسفل من الانف، بيبقى غير واضح المعالم وبيبقى عريض زياده عن اللازم. بنقدر احنا بقى بالشغل على الغضاريف والانسجه بنقدر نحسنه ونديله الشكل الفاين اللي العيان عايز يوصل. وهنا دي يا بقى دكتور دكتور دي مهمة جدا وشايعة دلوقتي، بنشوفها ببنات كتير، اللي هي تمام بيقولوا عليها يعني ايه مناخير منفوشة شوية. مناخير منفوشه، ودي يمكن كانت مريضه كمان عندها شفه ارنبيه. الشفه الارنبيه دايما بيبقى معاها بتشوه شكل عيب الأنف. في الانف، طبعا. واصلاحه لازم عند 16 من 16 ل 18 سنه لازم المريض يخضع لاجراء جراحه تجميل انف، بتفرق معاه في حياته بشكل فظيع وبتحسنه اجتماعيا جدا. وبنقدر كمان معاها نعمل حاجات تانية، نصلح بقى الجرح القديم بتاع الشفه الشفة الارنبيه، الأرنبية. لو في مشاكل في الشفه بنقدر نحسنها، بنعمل حقن دهون في الشفه عشان نصلحها، حاجات كتير جدا، فبتفرق شكليا واجتماعيا قوي للمريض. وبسمع كمان يا دكتور عن الشفة الأرنبية إنها بتشوه أكتر، يعني بتزيد من تشوه الأنف بعد كده، كل ما بتتساب كل ما هو بتتشوه أكتر أو جزء الشكل من بيتغير. اجزاء المشاكل في الشفه الارنبيه احنا بنسميها كليفت ليباند نوز. فهو شفه ارنبيه وتشوه في الانف، ما بقاش بقى شفه ارنبيه بس، هي معاها دايما مشاكل تشريحيه وعيوب شكليه في الانف لازم تتصلح في المرحله الاولانيه، وبعد كده تجميل انف عند من 16 ل 18 سنه. فلازم يبقى في عجاله في اجراء العمليه عشان 16 ل 18 سنه. 18 معانا سنه. صوره تانية كمان يا دكتور احمد، هنشوفها مع بعض. في صوره تانية عن تجميل الانف. الصوره دي بقى مهمه جدا، ليه؟ لانها بتبين لنا الجروح اللي احنا ممكن نستخدمها في تجميل الانف. طبعا الجرح البسيط اللي من تحت دوت اللي احنا قلنا عليه، والجروح اللي من جوه الانف، في بعض العيانين وبالذات مشهورين قوي في الافريكان نوز وفي الميدل ايست وفي المجتمع بتاعنا، الفتحات بتاعت الانف بتبقى واسعه. يمكن دي من الحاجات القليله اللي ممكن نعملها ست اللي حلها ايه بقى يا دكتور؟ بمخدر موضعي، زي ما انت شايف الصوره اللي فوق، فتحتين صغيرين كده بنقدر نصغر بيهم فتحات الانف، والفتحات دي ما بتبانش تقريبا بعد شهرين ثلاثه، ما بيبقوش موجودين تقريبا. نقدر نصغر بيهم فتحات الانف، مشهوره قوي ومنتشره في مجتمعنا. يمكن دي الحاجه الوحيده، الحاجات القليله جدا اللي ممكن نعملها، او يسمى تجميل انف بمخدر موضعي. اجراء بسيط 10 يعني دقائق هذا المخدر الموضعي بتبقى في حالات قليله جدا جدا، تمام. في الغالب بيكون الموضوع مختلف وبس بتبقى الاجراء برضو بسيط بالظبط، لو بالذات لو في اتساع في فتحات الانف السفلى.